هنا ورشة رخام بتشمل مكنة فريزة أوتوماتيك لتقطيع الرخام، هنا جلاية بلدي لجلي الرخام تلميعه، هنا دي مكنة قطعية بلدي لتقطيع الرخام برضو. دي بتشتغل بترفع عبارة عن 5 طاولات، دي بتشتغل طاولة طاولة، يعني المكنة الفريزة الأوتوماتيك بترفع 5 طاولات على المطلب، المكنة الفريزة البلدي بتشتغل نص نص مقاسات معينة أو مقاسات مختلفة. جلالة الفص دي بتيجي من السويس، والجلالة السادة بتيجي من السويس، والصاني المنيا والسيلفيا بيجوا من محافظة المنيا، والكريستا والفليتو والبريشيا بيجوا من جنوب سيناء ومن العريش، محافظة العريش. مراحل صناعته اللي هو بيجي صخر زي كده، بلوك زي كده، بيجي يتقطع هنا على المونوفيلو دوت على قد مقاس المكنة، بيخش بقى ايه، بتقطع بقى ايه حسب ايه، في بتقطع منه اللي هو الأربعة سنتي بتقطع للدرج، والاتنين سنتي ده بتقطع تربيع الأرضيات والحوائط والكلام ده كله على المكنة اللي بره. المواسم المفروض ان الفترة دي يبقى فيها الشغل كله، زي ما انت ما شايف كده الدنيا ضايعة خالص في السوق ولا في أي حاجة. الفترة دي بقى المفروض ان الناس بقى بتيجي، اللي بيجي من بره بقى، اللي شغال في السعودية واللي شغال في الإمارات واللي شغال في الكويت، المفروض اللي هو بيجي بقى بيشطب شقته، اللي بيشطب البيت بتاعه والكلام ده كله. زي ما انت ما شايف بقى ما فيش أي حاجة. سنين بيخدوا احتكروا أنضف حاجة في الخامات، خدوا الجرانيت وخدوا اللي هو الرخام اللي بتصدر بره للدول الأوروبية، اللي هو الجلالة السادة الحاجة رقم واحد أنضف حاجة السنين واخداها. الحاجة بقى اللي هي التعبانة بتبقى في المحل هنا، بيشتغل بقى على المصريين والكلام ده كله. السنين واخدين حوالي 1800 مصنع مأجرين من أصحاب المصانع، جايبين الإداريين بتوع المصنع من الصين، والعمالة جايبينها بقى من غانا من أوغندا والدول الأفريقية دي، العمالة اللي هي شغالة في الأرضية ما فيهاش ولا واحد مصري شغال. هو الوحيد اللي مستفاد في الموضوع هو صاحب المصنع اللي بيأجر له. المشاريع بتاعتنا ديت، المصانع دي احنا اللي عاملينها، مجهودنا احنا، فاهمني؟ الحكومه ما عملتش حاجه هنا خالص، الحكومه بتاخد فلوس بس، يعني الحكومه واقفين على باب شقه التعبان بتقبض فلوس بس، ما حدش بياخد حاجه. الطريق بايظ، طريق بايظ خالص، يعني ما بنعرفش نخش بالعربيات، والدنيا بايظه فوق، بايظه مش عارفين نشتغل. المستورد اللي جاي ياخد من عندنا البضاعه هنا ما بيرضاش يخش جوه، بيقول انا هاخد ايه من جوه؟ هو في جوه انا هاخدها يعني هنا؟ مفيش طريق زي الناس، مفيش رعاية خالص من الدولة خالص، يعني غلا بس، بتغلى علينا الحاجة بس، مفيش حاجة بنستفادها من الدولة بتعملها هنا، ولا أي طريق ولا مية ولا نور ولا حاجة خالص، غلا نور غلا بتاع غلا بس اللي احنا شايفينه، مفيش حاجة تاني. واحنا عايزين نشتغل، أسعار زادت 500 جنيه في المتر، الجاز غلى معانا 500 جنيه في المتر، كان 1500 زادت ل 1800 لحد هتوصل 2000 جنيه بعد العيد. يعني بعد العيد احنا عندنا اخباريه الحجر يوصل 2000 جنيه. طب هنروح فين؟ نشتغل ازاي؟ النشر غلي، الكهرباء غليت، كل حاجه غليت. كل حاجه، مفيش حاجه مرتاحه. والتعبان تعب زياده، مفيش حاجه، مفيش رحمه. في غلا بس. وعايزين نشوف حل.